أنا اسمي فارس، فارس نصير، السنة حاليا 47 سنة. الوظيفة حاصل على دكتوراه في هندسة الطاقة النووية. الحالة الاجتماعية متزوج وعندي بنت. طول حياتي من وانا صغير، من المرحلة الابتدائية لحد ما كبرت، وأنا ماليش غير صديق واحد، هو اللي تقدروا تقولوا عليه صديق العمر، أمير علام. كل فترة من العمر بتعدي علينا كنا مع بعض، أي مدرسة كنا بنروحها، ابتدائي إعدادي ثانوي، مع بعض. وفي المرحلة الثانوية تحديدا ابتدى يظهر على أمير الميول للسياسة، بلاقيه متابع الأخبار وبيجي يناقشني فيها. فترات تانية كان بيحكي لي التاريخ السياسي لشخصيات من كل العالم، وأنا كنت ببقى قاعد مش فاهم حاجة. السياسة ما كانتش بتستهويني، ولأن حال بلدنا كوردونيا كان يعني إحنا مش فقراء قوي زي دول كتير في أفريقيا وأسيا، لكن بالنسبة إن إحنا في أوروبا الوضع كان مش قد كده خالص. على حدودنا دول أوروبية وضعها أحسن مننا بكتير، على الأقل الفقير فيهم هو اللي ما عندوش بيت وعربية، لكن في كوردونيا الحاجات الأساسية دي كتير مننا مش عنده، وبيكافحوا علشان يوصلوا لكل ده. أمير طول عمره ما كانش عاجبه الحال ده، وأمنية حياته إنه في يوم يمسك منصب في الدولة ويقدر يحسن حال الناس، يقدر يغير الواقع اللي احنا عايشينه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. طيب، القصة بتاعت النهاردة هي من خيال المؤلف ولا تنتمي للواقع بصلة، وأي تشابه بين الواقع وبين أي مكان فهو محض بالصدفة وخيال المستمع اللي هو حضراتكم، عشان بس إيه ما لقيش تحت في الكومنتات إيه ده أنت قصدك على مش عارف مين؟ لا يا حبيبي مش قصدي. هي قصة بالتأليف بالكامل وتأليف محمود السقف، أنا بشكره جدا. وإحنا بقالنا كتير ما عملناش قصص مؤلفة، والنهاردة معاد قصة مؤلفة، فعشان كده الناس اللي بتحب القصص المؤلفة بقى تيجي، وبعد ما تخلصوا القصة قولوا لنا رأيكم تحت. يلا بينا نكمل. ولأول مرة أنا وأمير نتفرق كنا في الجامعة، هو درس الاقتصاد والعلوم السياسية كالمتوقع يعني، وأنا درست الهندسة. مع أن أمير كان بيحاول يقنعني أني أدرس في نفس مجاله، لكن أنا ما كنتش مستهوي المجال السياسي ده خالص. كانت فكرتي أني لو هبقى حاجة وعندي قدرة أخدم بيها الناس، يبقى هعمل الحاجة اللي أنا بفهم بيها. عدى بينا الزمن وكبرنا أنا وأمير، واستمرت صداقتنا ومقابلتنا. في منتصف الثلاثينات كنت أنا حاصل على ماجستير في هندسة الطاقة النووية من جامعة كامبريدج في إنجلترا، كانت متطلباتها كتير ومصاريفها أكتر، لكن كان شغفي أني أدرس المجال ده. كنت دايما حاسس ان هو ده مستقبل الطاقة في العالم كله. كانت تكلفتها كبيرة جدا، 45 ألف جنيه استرليني تكلفة سنة واحدة دراسة للحصول على الماجستير، وكان وقتها الجنيه الاسترليني بيساوي 9 دينار كردوني. كنت محوش وقتها مبلغ من شغلي في الهندسة، ما كنتش لسه اتجوزت أو سافرت، كان 300 ألف دينار كردوني، وأنا محتاج على الأقل 500 ألف، ما كنتش عارف أتصرف فيهم. لما اتكلمت مع أمير وحكيت له قال لي ما تشيلش هم، أنا هتصرف. وفعلا مفيش يومين ولقيت أمير محول لي 200 ألف دينار على الحساب بتاعي. قلت له ده مبلغ كبير قوي، قال لي ما تشغلش بالك، مفيش حاجة كتيرة عليك أبدا، المهم إنك هتدرس المجال اللي أنت بتحبه وهترجع علشان تفيد كوردونيا بخبراتك. كلام أمير وثقته فيا وإيمانه بيا خلاني أتشجع أكتر للخطوة دي، وبسبب مساعدته ليا اللي في الزمان ده صعب قوي حد يعمل كده مع صاحبه ايا كانت علاقته بيه واصله لفين. امير مش بس صاحب جدع، ده اخويا بجد. سافرت ودرست وتعلمت، خلصت السنه دي وحصلت على الماجستير ورجعت كوردونيا. وقتها كان امير مترشح كعضو في البرلمان عن الدايره اللي كنا فيها، ونجح امير وبقى اصغر عضو في برلمان كوردونيا، واتصلت بيه علشان ابارك له طبعا. ألف مبروك على النجاح الساحق يا سيادة النائب، عرفت من الأخبار إنك كسبت بفارق أصوات لا يقارن بالمرشحين التانيين. الحمد لله يا فارس، المنافسة في الأول كانت صعبة جدا، لكن مع الوقت الناس عرفت مين الأصلح ليهم وأصواتهم راحت في المكان الصح. صح، وصح جدا كمان. أنا عارف من زمان يا أمير إنك عايز تخدم الناس بجد وتعمل تغيير في حياتهم، ومتأكد إنك هتقدر تعمل ده. ربنا يقدرني وأعمل كده فعلا،
لكن بيني وبينك يا فارس، ثانية واحدة بس، خليك معايا. معاك، خد وقتك. معلش دخلت المكتب علشان أبعد عن اللي حواليا وأكلمك براحتي. ولا يهمك، تمام، كمل. المهم بيني وبينك الموضوع صعب، وصعب قوي كمان. صعب ليه؟ أنت خدت لقب أصغر عضو في تاريخ برلمان كوردونيا، أكيد العين هتبقى عليك وهيبقى ليك كلمة وصوت جوه المجلس. صدقني يا فارس مش ده المهم، مهما كنت ذو منصب وأهمية في بلدنا مش كفاية. يعني إيه مش كفاية؟ مش كفاية علشان نقدر نغير حياة الناس بجد، حتى لو قدرت أساعد دايرتي باللي أقدر عليه ومعايا حصانة وامتيازات، كل ده هيوصل لهم إيه؟ هيوصل لهم السمكة اللي هياكلوها، لكن عمري ما هقدر أعلمهم الصيد، مش من موقعي ده يا فارس. يعني إيه؟ طب فهمني. يعني أنا هدفي أكبر من كده، هدفي مكانة أقدر بيها أعمل حاجة بجد. فهمتك، عايز تبقى وزير. ولا وزير، أي وزير هو فرد من منظومة الحكومة اللي بقى لها عشرات السنين وجودها زي عدمها، ملهاش أي تأثير. يعني أنت؟ أيوة يا فارس، أنا عايز إيه؟ أنا لازم في يوم من الأيام أكون رئيس للبلد كلها. مرت الأيام، ومعيني زي ما قلتلكم مش مهتم بالسياسة، لكن ده صاحبي، فكنت بتابع دايما جلسات البرلمان اللي كان في أغلبها الكلمة بتروح لأمير. كان فعلا ليه كلمة وتأثير، وشعبيته مع الوقت بتزيد، وأغلب الناس بسبب حالتهم المادية الصعبة وانشغالهم بقوت يومهم كانوا زي حالاتي مش متابعين السياسة. لكن أمير البلد كلها عرفت اسمه، وكانوا بيتوسموا فيه إنه هو بجد واحد منهم وعايز يخدمهم ويقدم لهم اللي يقدر عليه. ومع كل جلسة كان أمير بيتعرف وبيتشهر أكتر. طبعا مع شغل أمير ووضعه الاجتماعي دلوقتي وشغلي أنا كمان، ما بقيناش نتقابل كتير، دايما على اتصال لكن المقابلات كانت محدودة، لكن عارفين أخبار بعض. اتجوزت، وأمير حضر فرحي طبعا وباركلي، حتى ما كانش قادر يرقص معايا في الفرح بسبب مكانته طبعا، وكمان حضر الفرح صحفيين لما عرفوا إن أمير متواجد فيه. الكاميرات كانت عليا وعليه، والمعازيم كل شوية هيروحوا يتصوروا معاه ويشكروه على اللي بيقدمه للناس والكردونيا، وكان يوم نقدر نقول عليه يوم مميز. فات 4 سنين وجبت سوزي بنتي، وفي الوقت ده كنت حصلت على الدكتوراه في نفس المجال، هندسة الطاقة النووية، وانتهت مدة أمير في البرلمان. وبعدها الناس كلها ومنهم أنا استغربوا إن أمير ما ترشحش لفترة تانية، ده كان أنشط عضو في البرلمان طوال الفترة دي وأكثرهم تأثيراً. دلوقتي أنا وأمير في أوائل الأربعينات، أنا 42 سنة وأمير 41، كان أصغر مني بسنة ودخل المدرسة بدري عني. عدت انتخابات البرلمان الجديدة وأمير مش فيها، كل اللي حواليه بيزقوه إن هو يترشح لكنه رفض كل المطالب وفضل هادي وساكت، لحد ما عدى كام شهر وأمير كلمني سأل واطمن عليا، وأنا كنت بسأله يعني عن سر اختفائه الفترة دي. قال لي إنه بعد كام يوم هيظهر في برنامج تلفزيوني مع المذيع فلان الفلاني، وإنه عايزني أتابع الحلقة دي. قلت له طبعا أكيد هتابعها. وعدى يومين وأمير طلع في البرنامج فعلا، والمذيع قعد يسأله الأسئلة المتوقعة، ليه مختفي عن الحياة السياسية؟ ليه ما ترشحتش تاني للبرلمان مع إن ده مطلب جماهيري من كل الناس تقريبا؟ وده كان رد أمير. أولاً أنا طبعاً من خلال المنبر الإعلامي ده بشكر كل الناس، كل شعب كردونيا العظيم اللي طول حياتي بحاول إن أنا أسعى لتغيير حقيقي في حياتهم، ومن بعدهم بشكر البرلمان الموقر على سعة صدره معايا الفترة اللي فاتت رغم الحدة اللي كنت بتكلم بيها في أوقات، لكن أكيد كانت نقلة كبيرة ليا في مشواري وتاريخي السياسي اللي هفضل أعتز بيه طول حياتي. خدمة شعب كردونيا شرف عظيم ليا. المذيع قال له تمام، ده كلام رائع جداً، ولكن فين إجابة السؤال؟ قطع أمير وقال له إجابة على سؤال الشعب أو الجمهور، أنا لم أترشح للبرلمان لأني. وسكت أمير ثواني وبعدها بص للكاميرا وهو بيقول لأني قررت أتقدم بأوراقي لترشحي لانتخابات الرئاسة القادمة. المذيع سكت وهو بيهز راسه، وبعدها اتكلم وبيسأل أمير وبيقول له بس أنت مش شايف إن سنك يعني صغير على إنك تبقى رئيس الدولة مرة واحدة؟ رد أمير وقال أولاً أنا في السن القانوني للترشح للانتخابات،
ثانيا يعني ايه صغير؟ انا مش هطلب منك انك ترد لانك اكيد مذيع محايد، لكن هطلب من الناس انها ترد وتقول لي مين من الكوادر اللي بيسموهم اصحاب الخبرات نفع البلد بشيء، قدم حلول وتغيير حقيقي في السياسات المتبعة، الاقتصاد، التعليم، الصحة، كل ده فين؟ انا ليا صديق وده اقرب انسان ليا، علشان ياخد ماجستير ويعمل دكتوراه في مجاله دفع مئات الالاف علشان يدرس في جامعة برة وياخد شهادتها. ليه احنا ما عندناش جامعة هنا تنافس جامعات اوروبا؟ ليه ناسين اننا دولة اوروبية والمفروض ان لينا مكانة وشأن وسط اللي حوالينا؟ ليه هم بقى اسمهم دول عالم اول واحنا بقينا من دول العالم التالت؟ ليه وصلنا للنقطة دي؟ لازم نفهم، لازم نعرف ايه اللي عملناه وبنعمله غلط ونصلح المشاكل دي من جذورها. المذيع سأله، يعني انت شايف ان الحكومات السابقة كلها فشلت في ادارة ملفات الدولة؟ رد امير وقال، ما اقدرش طبعا اقول فشلت، لانها ما حاولتش بجد علشان تفشل، وفي اعتقادي انهم ما كانوش فاهمين فين المشكلة من الاساس علشان يلاقوا حل. المذيع قال له، طب وتفتكر فين المشكلة؟ ايه الحل؟ الحل اننا نبقى دولة بجد، نطلع قرارات حاسمة تغير من وضع البلد ووضع الناس. الحل اننا نكبر، نبقى أقوى، ويكون لينا صوت يتسمع من العالم كله. أنا قاعد بتفرج ومش مصدق، مش بس علشان أمير اتكلم عني وجاب سيرتي ودي حاجة فرحتني جدا، وإنه رغم المكانة الاجتماعية اللي بقى فيها إلا إنه مش نسيني ولا عمره اتغير معايا، لكن لأنه اللي أمير قاله في البرنامج حصل بعد أسبوع بالظبط. قدم أوراقه اللي اتقبلت في وقت قياسي وبقى مرشح للانتخابات الرئاسية. صور أمير بقت في كل شارع وفي كل حارة، أكتر الناس من الطبقة المتوسطة والفقيرة كانت معاه وفي صفه، وطبعا دول اللي بيمثلوا أغلب الشعب. الطبقة الغنية كانت ضده، ما كانوش عايزينه يبقى رئيس لأنه كان واخد صف الطبقات التانية، وكمان واحد منهم ودايما وسطيهم كانوا حاسين أنه هيبقى منحاز ليهم، وأكيد هيصدر قرارات تقلل من توسعهم ومكاسبهم اللي بالمليارات. مر كام شهر على حرب الانتخابات أو زي ما كانوا بيسموها يعني، ووصل أمير لمرحلة الإعادة قدام مرشح تاني، رجل أعمال معروف جدا، زاد إن هو كان مدعوم من الطبقة الغنية وكان برنامجه بيقول إن هو هيقدر يظبط اقتصاد البلد، وجي معاد نتيجة الانتخابات وأنا ومراتي قاعدين ومعانا بنتنا بنتفرج ومستنيين الإعلان، وسمعناه وهو بيقول الفائز بالانتخابات بنسبة 68% ورئيس دولة كردونيا لعام 2037 هو أمير علام زكي علام. فجأة الكاميرا قعدت تتهز فوق وتحت، والناس كلها بتهلل باسمه وسعيدة جدا، وأنا ومراتي قعدنا نتنطط فوق الكنبة وهي بتقول خلاص بقى صاحبك رئيس البلد دي كلها. لكن مش ده اللي كان مخليني سعيد، اللي كان بسطني فعلا إن صديق عمري قدر يحقق حلمه، وأكيد معاه وضعنا كله هيتحسن. وجي معاد خطبة أمير للشعب الكردوني كله. شعب كردونيا العظيم، ناسي وأهلي اللي تربيت وسطهم، أنا مش محتاج أقول إني واحد منكم لأن كلكم عارفين، عارفين إني مستعد أفدي كل فرد فيكم بحياتي وبكل ما فيها في سبيل مستقبلكم، مستقبل كردونيا العظيم. من النهاردة عايزكم تناموا مطمئنين، لكن في نفس الوقت تبقوا عارفين حياتنا مش هتتغير في يوم وليلة، ولا وجودي في المكان ده هيغير الواقع في وقت قياسي. التغيير صعب، والتحول اللي هتمر بيه البلد أكيد هياخد وقت، مش طالب منكم كتير غير أنكم تصبروا معايا فترة ترشحي، وبوعدكم لحد ميعاد الانتخابات اللي جاية هتشوفوا تغييرات جذرية بتحصل فيها، وكمان بوعدكم، بوعد أن كردونيا هتبقى من أقوى بلاد أوروبا. خلصت الخطبة وعدى كم يوم لحد ما وصل أمير للقصر الرئاسي وابتدى مهامه كرئيس لدولة كردونيا. حاولت أتصل بيه علشان أبارك له، لكن رقمه الشخصي كان غير موجود بالخدمة، أكيد ده طبعا لأمنه الشخصي، وكل حاجة اتغيرت. أمير دلوقتي بقى حاجة تانية، أمير كالعادة بقى أصغر رئيس في تاريخ كردونيا. فات كم يوم وأنا بين حيرة إني أروح أزوره في قصره الرئاسي، وهل هيسمحوا لي بالدخول ولا لأ، لحد ما لقيت مكالمة على موبايلي من رقم برايفت. ألو؟ أيوة مين؟ أيوة أستاذ فارس نصير مع
أيوة أنا، مين حضرتك؟ ثواني ويتم تحويل الخط لمكتب الرئاسة. مكتب الرئاسة؟ ألو فارس. أمير، مليون مبروك، ألف مليون مبروك يا سيادة الرئيس. أنا مش عارف أقولك إيه. أنا ما تقولش أي حاجة، أنا لسه أصلا ما تعودتش على اللقب ده وبالذات منك. قول لي أنت أخبارك إيه وأخبار زوجتك وبنتك إيه؟ والله العظيم وحشني. وأنت كمان والله يا صديقي. آسف، قصدي يا سيادة الرئيس. ما تقلقش، مش أنت اللي هبقى رئيس عليا يا فارس، أنت صاحب العمر وفي حياتي ما أقدرش أنساك أبدا. ربنا يخليك ليا ويخليك لينا ولبلدنا. حلمك اتحقق يا أمير، وبقيت في المكان اللي تقدر تغير فيه بجد. وزي ما وقفت جنبي من كام سنة وجنب ناس كتير محتاجة، متأكد انك دلوقتي هتقدر تقف بالبلد كلها. وعشان كده فارس انا بكلمك دلوقتي لاني محتاج لك. محتاج لي انا؟ وأمرني سيادتك اي حاجة اقدر اساعد بيها اكيد. مش بس تساعدني انا محتاج خبراتك علشان تساعد كوردونيا كلها. موافق طبعا، بس ازاي؟ فارس جهز نفسك، بعد بكرة الصبح عندك معاد لمقابلة في مقر الرئاسة. الوقت اللي تقول عليه طبعا، بس ليه؟ فارس انت هيتم تعيينك علشان تكون المستشار العلمي للرئاسة. وصلت المقر الرئاسي وطبعا عديت من اكتر من بوابة امن وتفتيش. اخدوا مني البطاقة علشان يتأكدوا من اسمي بالكامل وان انا الشخص المطلوب. دخل معايا السكرتير وقال لي تفضل سيادة الرئيس في انتظارك حسب الميعاد. القصر كان كبير من جوه، يمكن أكبر من شكله من بره، والديكور وكل حاجة عظيمة، مكون من غرف كتير. ولأن أمير ما كانش متجوز فأكيد أغلب الغرف دي مقفولة، أو يعني لو فيها مسؤولين في الرئاسة بيسهروا على شغل ويباتوا هنا. لكن حتى لو القصر ساعة من الحبايب ألف. وصلني السكرتير لغرفة من الغرف في نص الممر وفتح لي الباب. اهلا حبيبي، اتقدمت ناحيته وهو قاعد وانا مادد ايدي. سياده الرئيس مبسوط جدا اني اتشرفت بمقابله حضرتك. الشرف ليا يا فارس. اقعد اتفضل. تشرب ايه؟ ولا اي حاجه. لا ازاي، انت عايز تزورني اول مره وما تشربش حاجه؟ يا شاكر هات له قهوه. لسه بتشربها؟ مظبوط مظبوط، ما عليك. سمعت الطلب يا شاكر؟ واه، بعد ما الطلب يوصل مش عايز أي مقاطعة أو إزعاج مهما كان السبب، مفهوم؟ شاكر قال له تمام سيادتك وخرج من الغرفة. بص بقى فارس، أنا عارف إن قدام الناس لازم يكون في ألقاب وكده، لكن في الغرف المغلقة مش عايز أي تكاليف. أنت مش حد شغال عندي، أنت صاحبي وأخويا وبثق فيك أكتر من أي حد حواليا في الدنيا. تمام عليك، أقصد تمام يا أمير. أنا استعجلت مش كده؟ لا خالص، أنا بس من ساعة ما جيت هنا محدش بيندهلي باسمي، وحشتني قعدتنا مع بعض. وأنا كمان والله، لكن طبعا أنا مقدر الظروف اللي أنت فيها والتغيير اللي حصل. التغيير لسه ما حصلش يا فارس، لكن أكيد هيحصل، وده اللي أنت هتكون موجود هنا علشانه. أنا في خدمتك وفي خدمة البلد يا أمير. لو سمحت لي في السؤال، يعني أنت عارف أني طول عمري ماليش في السياسة ولا بفهم فيها، وأنت قلت لي أنه هيتم تعييني كمستشار علمي، وأنا مجالي يعني مجالك ملوش علاقة بالبلد مش كده؟ كنت عارف أنك هتسأل. خبط الباب شوية ودخل شاكر بالفنجان بتاع القهوة، حطه قدامي وبعدها شاور له أمير علشان يخرج. قال له تمام سيادتك وخرج. بص يا فارس، أنت موجود هنا علشان من النهاردة هنبتدي بمساعدتك ببناء محطات نووية. سيادة الرئيس، أمير أنا مش مصدق. ده حقيقي؟ حقيقي نقدر نعمل كده؟ وما نقدرش ليه؟ أنت صاحبي وحكيت لي كتير عن الطاقة النووية وفوائدها المتعددة، وإن الطاقة دي نقدر نعمل بيها حاجات كتيرة جدا، وأول مرحلة هو تخصيب اليورانيوم. أعتقد دي حاجة مش صعبة عليك. هي صعبة، صعبة في التنفيذ العلمي أقصد، وحتى بناء المحطات دي بيتكلف ميزانية كبيرة ووقت أكبر. بص فارس، الميزانية هتتوفر واليورانيوم هيتوفر، لكن موضوع الوقت هو ده اللي بجد أنا محتاجك فيه. علشان أول محطة تكون جاهزة تفتكر تاخد وقت قد إيه؟ لو كل المعدات وكل الكوادر جاهزة، يعني أنت هيكون ليك الحق في اختيار الكوادر بنفسك. تمام جدا، لكن لو كل شيء جاهز
هنحتاج مش أقل من 3 سنين. كتير يا فارس، أنا كنت محتاج المشروع ده يتم في خلال 2 سنين كحد أقصى. 2 سنين؟ هو نقدر نحقق أهداف 2 سنين، لكن هنحتاج عمالة كتير. زي ما قلت لك يا صديقي، كل شيء هيكون مهيئ ليك علشان تدير المشروع ده، وأوعدك إن اسمك هيتخلد في التاريخ يا فارس. المهم عندي يا أمير إن كوردونيا تتطور والأوضاع تتحسن. أكيد ده هيحصل، لكن أنا مبسوط إنك هتكون جنبي ومعايا في المرحلة دي زي ما كنت جنبي في كل مراحل حياتي. أنا لفخور إني أخ وصديق لأفضل رئيس هتعرفه كوردونيا يا أمير، الرئيس اللي هيغير الواقع اللي كلنا عايشينه. أكيد كل حاجة هتتغير. صحيح أنا زي ما قلت لك يا فارس، أنا محتاجك جنبي طول الوقت، وطبعا أنت هتنشغل كتير في إدارة المشروع ده، علشان كده أنا بطلب منك أنك تحضر أسرتك وأولادك علشان يعيشوا معانا هنا. القصر كبير وهيكون ليكوا غرف خاصة متاحة ليكم بعيدة خالص عن كل غرف الاجتماعات والمسؤولين. سيب كل حاجة في شقتكم هتتقفل وتفضل زي ما هي، ما تجيبش معاك غير هدومكم بس لو حاب. كل حاجة محتاجينها هتكون متوفرة هنا وبزيادة. تمام يا أمير، علم وينفذ. ومن وقتها بدأنا المشروع. الموضوع كان صعب في الأول لأن مهندسين الطاقة النووية في كوردونيا عددهم محدود جدا، وأغلبهم عايشين في أمريكا ودول أوروبية تانية. بس بعد إعلان بدء المشروع قدرت أخلي دكاترة من اللي كانوا برا يرجعوا بلدهم، ومرتبات تضاهي مرتباتهم هناك، ووافق عدد منهم فعلا. ومر 2 سنين وانتهينا من بناء المشروع، وأمير أو الرئيس طلع في خطبة مصورة موجهة لشعب كوردونيا إنه تم بالفعل البدء في تشغيل المحطة. الناس ما كانتش مصدقة، ما كانوش مصدقين إن المشروع فعلا هيكتمل وإن بلدنا قدرت في وقت قياسي تحقق ده رغم الظروف المعيشية القاسية اللي لسه ما تحسنتش من وقت تولي المنصب، لأن الأولوية والهدف اللي تم التركيز عليه هو المشروع ده بالتحديد. رغم الفترة دي كلها، وإن أكيد عارف اسمي كل المسؤولين من الحكومة والوزارات والبرلمان والشعب نفسه بعد اكتمال المشروع، ورغم أني أقرب واحد للرئاسة وبحضر مع أمير أغلب اجتماعاته، لكن في شخص بالتحديد كان بيتقابل مع أمير أكتر من مرة في اجتماع مغلق عليهم. ما كنتش أعرف بيتكلموا في إيه، لكن بشوفه بيدخل القصر ومكتب أمير أكتر من مرة، ودي المرات اللي أنا بلاحظها بس. سألت أمير عنه، عرفت إن اسمه المقدم باسل صبحي من الجيش. استغربت إن أمير بيقضي وقت مع حد يعني رتبة قليلة بالنسبة لمنصب الرئيس، لكن أي رئاسة بيبقى ليها أسرار، وأنا هنا علشان أدي واجبي ومهمتي مش علشان أبقى عارف كل حاجة. بعد فترة مش طويلة تم عقد اجتماع طارئ بين دولة أمريكا ودول من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمناقشة وضع دولة كوردونيا. وافق أمير على حضور الاجتماع طبعا، والبلد المضيف كانت ألمانيا. سافرت مع أمير وحضرت مراسم الاستقبال، واستنيت بره لأنه مفيش حد مسموح بوجوده في القاعة غير الرؤساء والمترجمين بتوعهم، واللي تقال في الاجتماع اتحكالي عليه بعدها. رئيس ألمانيا بيتكلم: السادة القادة، مرحب بحضوركم جميعا في مجلسنا المنعقد. كل الرؤساء شاوروا بالموافقة ورحبوا ببعض. طبعا انت عارف يا سيادة الرئيس أمير ان المجلس ده منعقد لمناقشة أوضاع كوردونيا الحالية. عارف سيادتك، لكن لسه معرفش الموضوع اللي أنا مطلوب علشان يتم مناقشتي فيه. رئيس أمريكا بيتكلم: لا تقلق يا سادة الرئيس، الموضوع بسيط ومش معقد خالص. احنا موجودين هنا علشان نستفسر عن موضوع المحطة النووية اللي تم بنائها بدون أخذ الموافقة من خلالنا ومن خلال دول الاتحاد الأوروبي. موافقة؟ موافقة على أي حضراتكم؟ رئيس وزراء بريطانيا بيتكلم: موافقة على استخدام الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم وبناء محطة نووية لأول مرة، أمر خطير جدا. كان المفروض تستشيرنا علشان نبعت لك خبراء من عندنا يبدأوا تنفيذ المشروع ده. أمير اتكلم: أنا لسه مش فاهم بالتحديد، موافقة على إيه بالظبط؟ رئيس فرنسا بيتكلم وهو متعصب: يعني إيه موافقة على إيه؟ إزاي دولتكم تبدأ وتنتهي من مشروع زي ده من غير موافقتنا إحنا الاتحاد الأوروبي وطبعا دولة أمريكا؟ رد عليه أمير: لأنه إحنا مش في الاتحاد الأوروبي أصلا، لعشرات السنين بنحاول ننضم ليكم وأنتوا بترفضوا، مع إن على حدودنا دول معاكم في الاتحاد، وأنا دلوقتي المطلوب مني أخد رأي مين وأنتوا مش موافقين معانا من الأول في أي حاجة؟
رئيس أمريكا بيتكلم. سيادة الرئيس، رغم الحروب اللي كانت بين دولتنا ودولتكم قديماً، إلا أنه في العصر الحديث دولة أمريكا قدمت لدولتكم مساعدات مادية وعسكرية تقدر بملايين الدولارات. ودول الاتحاد الأوروبي، أمير قطع وقال، دول الاتحاد الأوروبي وإنتم يا سيادة الرئيس عارفين كويس المساعدات دي بتتقدم ليه ومقابلها إيه، على مدار سنين طويلة وإنتوا بتتدخلوا في شؤوننا الداخلية وبتقولولنا نعمل إيه وما نعملش إيه، نتحالف مع مين ونقف ضد مين، نتكلم مع مين ونخاصم مين. والحرب اللي سيادتك ذكرتها ما كناش إحنا المعتدين، إحنا كنا بندافع عن نفسنا في حدودنا مع دولة فردونيا اللي تم مهاجمتها من الجيش الأمريكي وجيش التحالف الأوروبي لأغراض سياسية بحتة. ولحد الآن ما وضحتوش الأغراض دي إيه، وأنا برضو مش فاهم إيه المطلوب مني. رئيس بريطانيا بيتكلم، المطلوب منك سيادة الرئيس إنه يتم تأجيل تشغيل المحطة النووية. رد أمير، وده ليه بالظبط سيادتك؟ رئيس فرنسا بيتكلم، لأننا قلقانين من التوسع العسكري اللي بيتم في خلال السنتين اللي فاتوا، جيشكم عدده تضاعف في فترة سريعة وميزانية الدولة بيتم صرفها في الطاقة النووية، دولتكم عايزة ايه بالظبط؟ رد أمير على طول، عايزة ايه؟ عايزة تبقى قوية، عايزة يبقى ليها شأن، عايزة تدافع عن نفسها ضد اي عدوان محتمل زينا زي اي دولة، هو في ايه بالظبط؟ رئيس أمريكا بيتكلم، فخامة رئيس فرنسا ما يقصدش سيادة الرئيس، هو بس استفسار مننا عن سبب ضخ ميزانية ضخمة للمفاعل النووي الجديد، يعني مش كان أولى أنه يتم صرف الميزانية دي في مجالات تانية في البلد محتاجاها؟ رد أمير، آه وحضراتكم عارفين مصلحتنا أكتر مننا مش كده؟ من أمتى؟ رئيس ألمانيا بيتكلم، أتمنى من سيادتكم أنكم تهدوا ونحاول نتناقش ونوصل لحل مع بعض. رئيس فرنسا، حل ايه؟ انتوا مش شايفين هو بيتكلم بثقة ازاي؟ الراجل اللي قاعد قدامكم ده مش سهل، وانا حاسس انه هيشكل خطر علينا. رد امير، وانت خايف من ايه معالي الرئيس؟ رئيس فرنسا قال له، خايف؟ امير قال له، ايوه خايف، ولا انت ناسي؟ ناسي جرائم الحرب والتخريب في دول العالم على مدار تاريخكم اللي دولتكم المحترمة قامت بيه، وانت يا سادة رئيس وزراء بريطانيا ناسيين انتوا كمان؟ ناسين الاحتلال والتدمير في دول الشرق والغرب؟ ناسين انتوا عملتوا ايه في العالم؟ وسادة رئيس ألمانيا، خلاص علشان بنيتوا دولة جديدة وحديثة ناسين ماضيكم ومئات الملايين اللي تسببتوا في قتلهم في الحروب العالمية؟ رئيس أمريكا تكلم، سيادة الرئيس مفيش داعي لذكر الماضي، وخلينا نتكلم في حدود الموجودين في القاعة. السياسات الحالية والديمقراطية الحديثة غيرت كل شيء. رد أمير، الديمقراطية الحديثة ما احنا كمان اتغيرنا من سنين طويلة وماشيين بالديمقراطية الحديثة اللي بتصدروها لنا، ايه اللي حصل؟ ساعدتونا نتقدم؟ لا بالعكس، كل قراراتكم اللي بتنفذوها قرارات ضدنا مش في صالحنا. هل اديتونا مساعدات غير مشروطة؟ كل مساعداتكم بشروط وتوجيهات جديدة، العالم بيبص عليكم انكم مختلفين وعندكم ديمقراطية حقيقية، لكن اللي ورا القناع ده غير كده، انتوا عايزين تتحكموا في العالم وبس وتمشوه على مزاجكم، واللي خالف ده هو عارف كويس مصيره ايه. رئيس فرنسا اتكلم، انت ازاي بتتكلم كده؟ اعرف حدودك كويس وإلا انت عارف احنا ممكن نعمل فيكو ايه. رد امير، ايوه اخيرا بان الوش الحقيقي من وشوشكم، عقبال باقي اللي قاعدين، كل اللي قاعدين هنا دلوقتي بلا استثناء كل واحد فيكم نفسه يخلص من التاني، نفسه يخلص من الدولة اللي جنبه علشان يبقى هو سيد العالم. اوعى تفتكروا ان اوروبا بتحب امريكا وبريطانيا بتحب اوروبا وان كلكم خايفين على مصالح بعض، انتوا بس بتستاؤوا بعض، لكن مع اول فرصه للخلاص من التاني لو كان ده في مصلحتكم مش هتترددوا لحظه واحده. رئيس بريطانيا اتكلم، انت تجاوزت كل الحدود والبروتوكولات، ازاي رئيس دوله بيتكلم مع رؤساء الدول العظمى بالشكل ده؟ احنا مش هنسكت على الاهانه دي ابدا. رئيس فرنسا بيتكلم، قلتلكم قبل ما نقعد الاجتماع الفارغ ده، دي مش دولة نتناقش معاها أصلا، دي دولة نديها على دماغها وهي تقول نعم وحاضر وتنفذ الأوامر. أمير قام وقف وقال، الاجتماع انتهى. لحق رئيس ألمانيا وقال له، سيادة الرئيس فضل الاجتماع في الوقت الحالي مش فكرة سديدة أبدا، أرجوك نكمل ونتفاهم. رئيس أمريكا تكلم، وقت التفاهم خلص يا سيادة الرئيس، حضرات الرؤساء
بالاتفاق معاكم هيتم فرض عقوبات على دولة كوردونيا، والعقوبات هتبدأ بمنع تقديم أي مساعدات مستقبلية ليها، وأي اتفاق بأي معونة سنوية هيتم إلغائه. أمير قعد يضحك، فرئيس فرنسا اتكلم. ده مش كفاية، المفروض يتم. قطع أمير وهو بيقول: أنا مبسوط، حقيقي مبسوط، قدرت في اجتماع واحد أني أطلع الوجه الحقيقي ليكم كلكم. يلا أسيبكم أنا لحد ما تشوفوا هتعملوا معانا إيه. وقام وقف أمير: شكرا على الاستضافة دي يا سادة رئيس ألمانيا. وقدم أمير التحية لكل اللي قاعدين وخرج من القاعة. وبالفعل في خلال سنة ونص بعد الاجتماع ده، قبل الانتخابات التانية بست شهور، تم فرض عقوبات اقتصادية على كوردونيا بالإجماع من دول أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، ما عدا ألمانيا اللي امتنعت عن التصويت. الحالة الاقتصادية بقت أسوأ من الأول، حتى ميزانية الجيش الدولة بقت بتستعين بيها لسد الاحتياجات. ومع أن رغم العقوبات المفروضة علينا ميزانية البلد تسمح بأكتر من كده، لكن محدش عارف الميزانية بتتصرف فين وبيتاخد منها إيه. لكن اليوم ده اللي هو من سنة من دلوقتي كان يوم أنا ما كنتش عارف وما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل. زيارة معتادة من المقدم، آسف أقصد العقيد باسل صبحي، لأنه حصل على ترقية بتوصية من الرئيس وكان في مكتب أمير. بعد حوالي 10 دقائق خرج باسل من المكتب ولقيته ماشي والابتسامة عريضة جدا على وشه وعينين براقة وشكله كأنه كسب مليار دينار. بعدها بشوية استدعاني أمير لمكتبه فدخلت وقال لي: جهز نفسك يا فارس، عندنا اجتماع مهم جدا، أهم اجتماع في تاريخ كوردونيا كلها. أنا جاهز يا أمير، بس قول لي إيه الموضوع؟ هتعرف هناك، الاجتماع بحضور الوزراء وعلى رأسهم وزير الدفاع، عايزك تكون جنبي وفي صفي مهما سمعت ومهما حصل يا فارس، أرجوك. أنا طول عمري جنبك وفي صفك كنت عارف كويس يا صاحبي. وحضرنا الاجتماع. مرحب بيكم جميعا، أنا جمعكم النهاردة في اللحظة الفارقة دي من تاريخ كوردونيا، من تاريخ العالم، علشان أقول لكم. وأمير بيبص على العقيد باسل اللي كان حاضر الاجتماع، وباسل بيهز راسه بالموافقة. وأمير بيكمل: إن في اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها هنا بيتم دلوقتي بث الخبر على جميع قنوات كوردونيا. الوزراء قاعدين وبيسألوا كلهم: خبر إيه؟ وأنا بسأل من جوه نفسي برضو: خبر إيه؟ وأمير كمل: من شهور وصلت آخر شحنة من الرؤوس والصواريخ النووية. كل اللي قاعدين بيتكلموا صوتهم ابتدى يعلى لحد ما أمير زعق: مش عايز صوت، انتوا جايين هنا علشان تسمعوا يبقى تسمعوا. كل الحاضرين سكتوا. وصلت آخر شحنة من الرؤوس النووية اللي بيتم تجهيزها في محطات الإطلاق السرية التابعة للجيش السري بقيادة العقيد باسل صبحي. ابتسم باسل وهو قاعد وبيقول له: كله بأوامر معليك وبإشارة منك يحضر كل شيء. وزير الدفاع اتكلم: لكن دي مصيبة، دي كارثة، كارثة على كوردونيا وعلينا كلنا. قطع أمير: من أول ما توليت الحكم وأنا بدأت تنفيذ الخطة اللي بفكر فيها من سنين طويلة. رد عليه وزير الدفاع: العالم كله هيحاربنا، هيقف ضدنا ومحدش هيقف في صفنا أبدا. رد أمير: مفيش حد في العالم وقف في صفنا ولا ساعدنا ولا حتى سابنا نكون حاجة، يكون لينا كلمة، وده مش هيحصل، عمره ما هيحصل طول ما القوة متوزعة في إيد عدد محدود من الدول، وباقي العالم، أغلب العالم عايشين في فقر وجوع ومرض وأوبئة وحروب ما بتنتهيش. طول ما القوة في إيديهم وبس، إحنا وغيرنا هنفضل ملناش لازمة. وزير الدفاع: أنت طلبت مني أعمل المخابئ المضادة للنووي تحسبا لأي حاجة تحصل للمفاعل اللي عملناه، لكن توصل إنك تجيب صواريخ نووية؟ دي مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية. أنت كده بتعادي العالم كله. أمير رد: مش بس كده يا سيادة الجنرال. أمير قام وقف مكانه وتوجه على الكرسي اللي في نص القاعة وقام قاعد، فتح زي علبة حديد كبيرة جواها سلاح، لأ
جواها زرار، وقال بضغطة واحدة على الزرار ده هتبتدي وتنتهي الحرب الأخيرة. بسرعة رد وزير الدفاع، انت شيطان، شيطان، انت هتقضي علينا كلنا سواء ضربت او ما ضربتش. زمان التحالف الاوروبي وامريكا واي دولة في العالم بتجهز جيوشها علشان تبدنا من على وش الارض. رد عليه امير، تعرف يا سيادة الجنرال، من زمان، زمان قوي، وانا بسأل نفسي ايه الحل؟ هل العيب في الرؤساء اللي قبل كده، ولا العيب فيا، ولا في مين؟ لكن قعدتي في المنصب ده فهمتني كل اللي ما كنتش فاهمه. العيب مش فينا، ولا في حكومتنا، ولا في شعبنا. العيب، كل العيب، في المجلس اللي بيحكم العالم. أكيد مفيش دولة كانت هتدينا سلاح نووي، وعشان كده من أكتر من 3 سنين زرت مقر سري من مقرات السوق السوداء اللي بتصنع فيه الرؤوس النووية. ما كانش في استطاعتهم تجهيز العدد اللي أنا طلبته، لكن عرضت عليهم مبلغ ضخم أكتر من اللي كانوا يتخيلوه. وفي أقل من 4 سنين وصل العدد المطلوب وزيادة عليهم كام راس نووي كمان. صفقة عظيمة مش كده؟ وزير الدفاع قام من مكانه، أنت لازم تتحاكم، لازم يتم القبض عليك. أنا هخرج من هنا وهبلغ كل قيادات الجيش بالتحرك، لازم يتم التخلص من الأسلحة دي والتحفظ عليك فورا. أنت مجنون، مجنون يا أمير. وقام الوزير من مكانه علشان يتوجه للباب. وزير الدفاع بيلف وشه وهو عليه كل علامات الذهول. باسل العقيد، باسل ضربه طلقة في ظهره. وأمير بيقول، إلقوا التحية لسيادة الجنرال، وضربوا باسل طلقتين تانيين، واحدة في بطنه والتانية في صدره. حصل هرج ومرج بين كل الوزراء وهم واقفين وخايفين يجروا علشان يخرجوا قبل ما يتفتح باب القاعة ويدخل عدد من الضباط والجنود مسلحين. وكل 3 منهم مسكوا وزير وسحبوهم برا القاعة. أنا واقف مبرق مش مصدق. عارف لما تحس إن اللي بيحصل ده مش حقيقي؟ لما تحس إنك في حلم أو كابوس وكل حاجة بتحصل بالتصوير البطيء؟ أمير لف وشه ليا وقال، ما تخافش يا فارس، خليك قاعد مكانك أرجوك، مش عايز أي حركة. أمير حط إصبعه على الزرار وهو بيقول، فلتبدأ الحرب الأخيرة. اسمعوني يا شعب كردونيا أجمعين، أنا اسمي أمير علام. من سنين طويلة وكردونيا وسط أوروبا والعالم هي لا شيء، وعمرهم ما هيسمحوا لنا نكون شيء. دايما بيحاربونا، بيتحكموا فينا، ومطرح ما هم عايزين بيمشونا. قتلوا فينا وسرقوا من خيراتنا، فرضوا علينا عقوبات هتفقرنا وتجوعنا أكتر ما انتوا جعانين ومش لاقيين. ومفيش أي حل لتغيير الوضع اللي كنا عايشينه وهنعيشه. كلنا ضحايا، كلنا على مشارف الهلاك. لكن أنا لقيت الحل، الحل اللي هينقذ العالم من الشر المتحكم فيه. من 5 دقايق تم إطلاق أكبر عدد من الصواريخ النووية الباليستية والصواريخ الهيدروجينية على جميع الدول العظمى، وكمان الدول اللي بتمتلك أسلحة نووية. العملية اللي بيتم التخطيط ليها من سنين، أنا اللي خططت ليها، وأنا فقط اللي مسؤول عنها، وأطلقت عليها اسم عملية أبابيل. في خلال نص ساعة من دلوقتي بيتم نقل كل المطلوبين بالاسم من بيوتهم ومقر عملهم للمخابئ المضادة للنووي، المطلوبين بالاسم بس والمرافقين ليهم، وأي حد تاني معاهم مش مطلوب. هيتم منعهم جميعا من الدخول بلا أي استثناء. بدأت عملية أبابيل، وكل دولة مستهدفة مش هينفعها الدفاع النووي في شيء، لأنه مش هيلحق يصطاد كل الأهداف، علشان كل الدول القوية بحضاراتها شعوبها وجيشها وكل كائن حي عايش عليها هيتم محوهم من على وجه الأرض. أنا واقف مش قادر أتكلم، مذهول من اللي بسمعه. أمير خلص كلام ورجع وقف جنبي، وأنا عايز أتكلم لكن لساني كأنه اتقطع، كأني اتخرست. فارس،
زوجتك وبنتك بيتم نقلهم دلوقتي للمخبأ الخاص بالجيش السري. ما تخافش، مفيش شعرة منهم ولا منك حد هيقدر يمسها يا فارس يا صاحبي. رديت وقلت له ليه؟ ليه يا أمير؟ ليه الناس؟ الناس، المليارات، العالم كله، الصواريخ دي ليه؟ كمل كلامي وقال الصواريخ دي مش هتدمر الكوكب يا فارس، لكن الإشعاع النووي، الغبار النووي، حتى الأمطار النووية، الأمراض والأوبئة أكيد هتقتل أغلب البشر في العالم كله. رديت وقلت له شعبنا كردونيا كلهم هيموتوا إلى الحبة اللي انت اخترتهم، الباقي كله هيموت، الأطفال، النساء والشيوخ، كل دول هينتهوا يا أمير. مفيش حل تاني يا صديقي، من زمان والبشر كلهم متوقعين ومستنيين اللحظة دي، لحظة التحول في تاريخ البشرية، لحظة نهاية العالم. هتلاقي أكتر الأفلام شهرة وأكترها مشاهدة هي الأفلام اللي بتتكلم عن نهاية العالم، نهاية الكواكب، نهاية الزمان، نهاية الحضارة. الناس يا فارس، الناس من زمان عارفة أن اللحظة دي جاية، وأنا اللي قدرت أخد القرار ده. أنت يا أمير، أنت ليه؟ أيوة يا فارس، أنا اللي هتذكر في تاريخ البشر اللي هينجوا منهم أني أسوأ شخص عرفوه، أسوأ شخص عاش من بداية الحضارة من آلاف السنين. لكن أنا ولقيت أمير بيقرب علي وقام حضني، لكن أنا مش هكون موجود علشان أشوف الناس بيقولوا عني إيه. إنما أنت فارس هتعيش وهتكمل، وأنت عيون أمير بتدمع. أنت أكتر واحد أنا حبيته في حياتي، وأكتر حد وثقت فيه. هتوحشني قوي يا صاحبي. لقيت العقيد باسل واقف على الباب ومعاه تلت ضباط صف، وأمير بيشاور له بالموافقة وبيقربوا علي علشان يمسكوني. فارس، اوعى تخلي حد يحكم عليك إنك ساعدتني في يوم من الأيام. الكل لازم يعرف إنك مالكش أي دخل في اللي حصل، وإنك بريء من دم البشرية دي. بيسحبوني لبرة وبيشدوني بالعافية وأنا بحاول أقاومهم. أمير، مع السلامة، الوداع يا صديق حياتي. أمير، أسرة مكونة من أب وأم وولدين صغيرين قاعدين في الصالة وقدامهم الشباك الإزاز. ولد منهم على حجر أبوه والتاني واقف قدام الشباك، وقام مبتسم وبيقول لباباه: بابا تعالى بص، ألعاب نارية في السماء. الأب راح يبص من الشباك علشان يشوف صاروخ بينزل من السماء، وقبل ما يلمس الأرض قعد يصرخ وينادي على مراته. وصلت مراته الصالة وقام حاضنهم كلهم وهو عمال يبكي ويقول لهم: ما تخافوش يا حبايبي، أنا جنبكم، هنتقابل كلنا في الآخرة وهنتجمع تاني، ما تخافوش. طب نقول إيه بقى؟ نقول تاني ما خدتوش بالكم من البشر دول؟ ما فيش أسوأ من تفكيرهم. والله الواحد ما يستبعدش إن في يوم من الأيام حد يطلع في دماغه ويعمل كده. الموضوع طبعا مش سهل ومحتاج ترتيبات كبيرة وسنين طويلة، ولكن مخافيا كان أعظم بكتير جدا. النهاردة زي ما قلت هو يوم مميز، أو زي ما قال فارس كان يوم مميز، لأنه النهاردة يوم ميلاد الكاتب محمود السقا. طبعا من هنا بقوله كل سنة وانت طيب، ولما نشوف آخرة قصصك دي هتودينا فين. عموما كل سنة وانت طيب يا صديقي، ودمت دايما مبدع وتتحفنا كده بقصصك دايما، وتكمل على نفس المنوال ده كده، لأن انت ما شاء الله بقالك فترة منتظم، فمش عايزين نحسدك، بس أكيد كل الناس ملاحظة وجودك وهي مقدرة تعبك، فأتمنى تستمر لأن انت تستحق، ولأن الناس مستنية منك كل جديد، مش كده ولا ايه؟ طيب النهاردة كانت قصة مؤلفة، وطبعا علشان الناس بتحب القصص الحقيقية أو القصص المستوحاة عن أحداث حقيقية، ففي حلقة هتنزل بكرة على قناة محمود خيري أخويا، حلقة بقى كلها حقيقية، حلقة اسمها أنواع الجن، فلكوا أن تتخيلوا بقى الحاجات الحقيقية اللي انتوا تسمعوها.
بكره الساعه 11 مساء على قناه محمود خيري اللي هسيبها لكم في اول تعليق، هتلاقوا الحلقه نزلت، فاتمنى ان انتوا كلكم تسمعوها. زائد كمان هتلاقوا حلقات كتيره جدا تعجبكم هناك. بس كده اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا لنا تعليق جميل كده تقولوا لنا فيه رايكم، سواء اذا كانت القصه عجبتكم او ما عجبتكمش. يا ريت تكتبوا لنا نقدكم البناء، لا الهدام، لان الهدام ملوش وجود بينا، لان احنا مش ناويين نبطل ابدا، نتطور نسمع الاراء والنصايح اكيد، لكن نيأس بقى ونحبط ونقول ده احنا ما ينفعش نكمل، لا انسوا الكلام ده مش هيحصل. فاللي عنده راي هيفيد اكيد هنسمعه. وبس كده، يا ريت تنضموا برضو لجروب عائله الراوي على الفيسبوك علشان يوصل لكم ما وراء الكواليس. وبس اشوفكم الحلقه الجايه، تتصحروا على خير.